عبد العظيم، مدرس في كلية طب عين شمس. تمام؟ تمام. اسبقوني انتوا بقى على العربية. يا متر، الحساب يا متر. 25 جنيه يا فندم. اصلا نسيت الفلوس في العربية. تعال يا بابا معايا. خلاص دلوقتي في حاجه اسمها قانون، في حكومه، ولا عاوز تخش السجن؟
يهون عليكي برضه. يهون عليكي تحبسي حبيبك اللي هيبقى ابو عيالك في القريب العاجل. ده لما تشوف حرمة ودنا. اتفضل بقى ورينا عرض كتاب. طب هات بقى يا صالح، هات ما تفرش دمي. انا قلت مفيش. طب اوعي التكل انت. ايه جدع؟ لا يا جدع، انت اتجننت ولا يعني كنتش اتجننت؟ بقول لك ايه، ارجع يا شاطر، ارجع روح اشرب اللبن بتاعك. فين اللبن ده؟ انت قد الزقه دي؟ اه قد. انا بقى مش قدها، واللي هيحصل يحصل. ايه رايك؟ طب غور بقى. طب بلاش تعملها تاني بقى، لحسن ما تعرفش ايه اللي هيجرالك. ايه بقى اللي هيجرالي؟ وانا مش عارف، بس هيجرالك طبعا. لا حول الله، هزنكلوني مش ما على فين اللي تستغلني؟ خش. عصفور ولا مطرحه، ما حصلش حاجه، ما فيهوش دعوه انتوا. ايه لك بعيد انت يا كريمه؟ انت قد الوعد يا ايه؟ اشتغل في المستورد. يلا السجاير ليها سليم. عطوه مرضيش يدفع، ولو سبناه غيره هيقلده. طب بعد اللي حصل ده تختفوا كلكم وقتا لغايه ما اتصل بيكم. ماشي. انت ايه بس اللي خليك تتعرض لواحد مفتري زي سليم؟ وده سؤال برضه عم صابر، كان بيحميك ويحمي بنتك كريمه، يعني كل اللي حصل له ده من تحت راسك. لا 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 لا، اعمل معروف يا سي مدحت، اعمل معروف يا سي يا سي اسري. وانت كمان، انت كمان يا اخويا، انا ما طلبتش حمايه من حد، سامعين؟ انا ما طلبتش حمايه من حد. طب احنا بقى هنحميك منهم بالعافيه. الله، انت خايف منهم ولا ايه؟ لا ارجوكم، ويكون في علمك بقى ما انتش دافعينهم ولا مالين بعد كده. لا يمكن هو عاوز يدفع، اذا كنت مصر تدفع احنا اولى بالفلوس دي، مش كده يا عصفور؟ اولى صح. امال لا شوف لنا حته تانيه. اثبت، متخافش انت معايا. ايه يا زداد؟ انت فتحت فصول ليليه للتلامذه ولا ايه؟ لا ما دام يا سيدي ده على التلامذه، احنا تلامذه؟ احنا صيع. يلا ده عيل انت وهو من هنا. يلا يا جماعه، يا جدعان احنا جايين نتخانق ولا جايين نتبسط؟ اقعد يا سليم اقعد. عيب كده يا اخي، دول ولاد ناس وناس اكابر كمان، وانت حد قدهم؟ قول له قول له. وشرفي لان انتوا قاعدين معانا. كوبايات ازداد
قول لنا حاجة يا محلاوي. يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلاوة لو يا حلاوة يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلاوة لو يا حلاوة. قال سليم بيحب ايه؟ بدل اللحم والبدنجان هات لك قميص يا عريان. يا بقى يا معلم، انا بحب كريمه وناوي اتجوزها، واللي هيهوب ناحيتها انا هقطع رجلي. دي خساره، ده الجزمه لسه جديده. يا حلاوه لو يا حلاوه. على عموم الراي الاول والاخير للبنت نفسها. اه قول له. هي كريمه في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ وهو عم صابر ده اللي خدته منه الفلوس، مش يبقى ابوها؟ الفلوس دي لازم ترجع لابو جبل. بس كده خلاص ترجع له. كلام ايه ده يا معلم؟ ادي ال 200 جنيه اللي خدناهم منه بالتمام والكمال، ومن هنا ورايح عم صابر ما حدش يتعرض له بالذات، وانا هروح اديهم له دلوقتي حالا اهو. هات يا استنى عندك. اوعى اوعى بتاع اللحمه والبدنجان. يا حلاوه في الحب يا حلاوه يا حلاوه حلوه يا جدعان. الناس بقى اللي بكلمكم عنهم دول هم اللي واكلين فلوس البلد فعلا يا ابو جبل، واخدين اكتر من حقهم. يبقى العدل بقى هم ياخدوا حقهم واحنا ناخد زياده. ايوه بس ما تخافوش، انتوا الاثنين جدعان قوي، انتوا الاثنين واكلين قلب دي. الله يخليك يا ابو جبل. وانا بقى عامل حسابي على كل حاجه. قلتوا ايه؟ طب عصفور؟ لا لا لا، عصفور ايه الطلاقه؟ لا عصفور ايه؟ عصفور ما ينفعش، مش لازم يعرف ايوه حاجه. بكره بقى نتفق على التفاصيل. فصحتكم. صحتكم يا جماعه. يا حلاوة يا حلاوة الدنيا يا حلاوة. بالاذن بقى يا ابو جبل. اصبح معاك. سلام. السلام عليكم. عاد سلام. العيال دول يجي منهم قوي. بس يا معلم. لا بس ولا حاجة. انتوا اشكالكم بقت معروفة المباحث. احنا عايزين وجوه جديدة. بقى انت عايزني اصدق ان العصابة رجعت الفلوس تاني؟ هي الحداء بترمي كتاكيت؟ ايوه بس جبت الفلوس منهم ازاي؟ لا ده شغل بقى. يعني عملت ايه؟ لا مفيش، اصل بعد اللي حصل من الواد سليم انا مرضتش هزاها قدامك، لكن رقدتها له. رحت له البار اللي هو بقعد فيه، وبرجلي اليمين رحت خابط الباب. اول ما شافني دمه هرب وعرف ان انا ناوي على شر، راح ماسك العصا ورفعها عليا. وبعدين يا عصفور حصل ايه؟ كله تمام، الله وقف، الجو كله كهرب. وبعدين؟ رحت قايم له وبرجلي الشمال رحت خابط الكرسي اللي ورايا كده اهو، وهو بيبص ناحيه الكرسي كنت انا خطفت منه العصايه وضربته على ايده، كسرت له صوابع السيف. اه اي صوابع؟ حتى اساليه اهو. اصل العمليه. انتوا جايين هنا ليه؟ عايزين الفلوس تاني؟ لا 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 يا عم صابر، احنا جايين هنا حبايب. ادي يا سيدي تمن الطلبات بتاعتنا مقدمه. اتفضل. ايه؟ انا كسرت له صوابع. يلا بينا نخرج من هنا. متسألش. ما انت اللي بتدي سليم ده وشي. ابدا والله يا عصفور. امال ايه اللي بيخليه ينط لك كل شويه في الكافتيريا؟ ما انت عارف بيحبك. اسال كريم. أنا أصلي بغير عليك يا كريم، اللي هيلمسك أقطع له دراعه، اللي هيكلمك أقطع له لسان، واللي هيبص لك بقى هخزق له عينيه وأقلبه شحات قدام باب السيدة. للدرجات يا عصفور؟ أعمل إيه؟ بحبك يا كريم. عصفور أنا أنت إيه؟ أنا أنت إيه بقى يا شيخ؟ بحبك. حكومة العبدية. السلام
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه خدمة؟ يا ترى الشغل ماشي ازاي؟ رضا، مش بقول لك بكسب كتير قوي؟ وماله يا اخي؟ حقه. لا بقى، ده اكتر من حقه. قصدك ايه يعني؟ ياخد حقه ويدينا زيادة. يا سلام، بالراجل يشقى ويتعب طول النهار وتيجي انت تقبض على الجاهز؟ اه طبعا. وبعدين تاخد الزيادة دي ليه بقى؟ عشان احميه من العالم الشر والناس الرسلة اللي زينا. طب افرض بقى ما دفعش. ما دفعش؟ لا بقى. ما دفعش ده ايه يا رب؟ ايه الحكاية؟ يا اخي الحكاية واضحة زي الشمس. يعني الراجل بس هيموت نفسه. مرسيدس دي ها؟ مرسيدس؟ مرسيدس دي؟ طب اتفضلوا معايا في المكتب اللي فات. يا ناس يا عالم الحقوني. ايه؟ سرقوني، نهبوني. ايه نبلغ البوليس؟ لازم ايه عصابة ابو جابر؟ واحنا قدهم. احنا مالنا؟ وانا
أنا آسف يا أنسة نبيلة اللي اتأخرت عليكي، أصل كان عندي محاضرة سنة تالتة ولسه مخلصها، ويا دوبك لسه ما قلعتش البلط ولا السماعة. ما تاخذنيش، أنا ما كنتش جاي. أنا كنت زعلت أوي. أصل امبارح حصلت خناقة بين شوية فتوات وبلطجية. هو أنت وش خناقات يا يسري؟ لا وش ولا ظهر. واحد زي دكتور في كلية الطب، مركزه الاجتماعي والعلمي ما يسمحلوش، إنما كنت مضطر. هو إيه اللي حصل بالظبط؟ كنت أنا واتنين صحابي قاعدين بناخد الأفتر نوم تي بتاعنا، مدحت وعصفور، هبعرفك بيهم بعدين. ها وبعدين؟ وبعدين زي ما تقولي كان مين اللي مع نبيلة ده؟ الدكتور يسري عبد العزيز، اتعرفت عليه من مدة بس معجبة بيه قوي. دي معجبة بيه وبس، دي بتموت فيه. هلو هلو هاي. أهلا يا دكتور. أهلا يا فندم. أهلا أهلا وسهلا. أهلا. دكتور يسري كان بيحكي لي على خناقة حصلت له. قشطة يا إخواتي قشطة. ها كمل يا دكتور. العصفور اتعور في بطنه، مدحت اتضرب في مناخيره، والباقيين اللي عينيه راحت واللي رجله اتكسرت. وانت ما جربش حاجه؟ لا هو ده انا دكتور، هو رفض اتعور. المهم بقيت انا اعالج والعصابه اتعور، اعالج والعصابه اتعور، وابعت على الاسعاف. راح في الحكايه ديت 25. ياه كل ده ما جربش حاجه؟ يجرالي حاجه ازاي؟ ده انا دكتور. انت دكتور في ايه؟ ليه انت بتشتكي من حاجه؟ ايوه معدتي. هو انا وداني مش بسمع بيها كويس، وانا هنا جنب قلبي. انا بقى بتاع كله، هكشف عليكم واحده واحده. فوت اللبس، اتفضلوا اتفضلوا ياسري. انا دكتور بقى. الله، انت ليه مش عايز تكمل دراستك وتخش الجامعه؟ اصلا مستعصديني. هما مين دول؟ بلاش حاجه تفرغ بقى يا مدحت. طب انا مستعد اخش الجامعه، بس على شرط يقبلوني في الفنون الجميله عشان ابقى معاكي. يا ريت. وعلى شرط كمان يقبلوني في سنه رابعه على طول عشان اقعد جنبك. ومش هيوافقوا طبعا. شفتي مش بقولك مستقصدني؟ والله ما انا مكمل. اركب. نفسي اتعرف بسياده اللواء باشا. بابي؟ طبعا طبعا، انا هعزمك مره عشان تيجي تشرب مع القهوه. قهوه لا، اصلا اشرب ازوزه انا. شفتي مفيش حد في مصر ما يعرفنيش. وبعدين الكوريدور ده في اخره في اوضه على اليمين،
هي اللي فيها الخزنة. محلق عارف مكانها وهو اللي هيكون معاك. يبقى هيوديني الشركة اللي جنبها. يسري انت مكانك تحت، المفروض ان عربيتك عطلانة وانت بتصلحها، مدحت هيرمي لك من فوق وملقف من تحت. تمام، والباقي انتوا عارفينه كويس. خلاص اتفقنا؟ ماشي يا ابو جبل. كل واحد يجهز نفسه، ميعادنا قدام باب الشركة يوم السبت الساعة 10 بالليل. ظبطتكم. الله، ايه ده؟ ايه يا ابني انت هتفضل لازق لنا كده على طول؟ انا عايز اعرف انتوا بتدبروا ايه من ورايا. يا ابني دي عمليات كبيره ما انتش قدها. طب جربون، خدوني معاكم. خدك ربنا يا اخي. يا ابني احنا اللي عندنا بقى. خدك معاك. احنا اللي عندنا بقى. مساء الخير يا اما. يسعد مساك يا ابني، في شاويش من الاسم جه سال عليك. هو عرف؟ وساب لك الورقه دي. ده بالتجنيد ياما. طب هياخدوني في الجيش يعملوا بيا ايه؟ ما يبعدوا عني ويتقوا شر احسن. طب ما خدوش اخويا صبحي ليه؟ ولا عشان ما هو مسافر يعني؟ لا انت الكبير البكري. طب ما خلفتوش هو الاول ليه؟ هو انت وابوها تغلطوا واحنا اللي ندفع الثمن؟ الشاويش قال لازم تسلم نفسك بكره الصبح في منطقه التجنيد ماذا والا. هو قال لك ماذا والا؟ ايوه. رايح فين؟ راح لابويا شغل صرفه معاه. وهتفضل شايل ايدك كده على النار لحد امتى؟ بكره رايح التجنيد ويمكن يحجزوني هناك. مين بقى اللي هيصرف على الولايه لوحدها الغلبانه اللي لوحدها دي؟ سيبها تتفرق. الشيشه جاهزه يا بلجاموني. طبعا يا سيدي. انا جاي يا بكيها. يابا هو انت قادر على جوازة واحدة لما تتجوز اتنين؟ أمك هي السبب. والله أنا احترت بينكم بقى انتوا الاتنين. الله، الشيشة هتبرد يا معلم. يا جوز الاتنين يا متدلع. اخرس. لما انتوا مش قد الجواز بتتجوزوا ليه؟ لما مش قد الخلفة بتخلفونا ليه؟ اطلع بره. بابا بره. 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 لو كنت فرحت ودخلت الجامعة كانوا أجلوا تجنيدك ده. طمن يا بابا، أنا متأكد إنهم هيلغوا تجنيدي ده خالص، وحياتك أنت اللي هخليهم يندموا إنهم طلبوني. اتلغي. شكرا. أنا مش عارف أنت طالع هيبان لي ليه. مش معنى فرحت طلعوا كويسين؟ هو عشان سابوا البيت وطفشوا من زمان؟ وقف. يا وبعدين معاكم؟ إيه زي ده يا عزمي؟ تعالي شوف ابنك بيقول إيه. ما يقول اللي يقوله، أنت عارف كويس أوي إن أنا بتنحس من صوتك. طالبينه في الورقة يا ستي. بقول لك ما خدتش ولا كل حد دلوقتي. ازاي يا ماما؟ وريني كده. ماما انت عندك اتنين كونكان. والله يا حزين. اوي كونكان. 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 ادي اللي انت فالك فيه. واحد في سنك ده كان لازم يبقى متجوز وعنده عيال كمان. تاني يا بابا. تاني وتالت. إذا كنت عايزني أشغل الوسائط بتاعتي عشان أريحك في حكاية التجنيد ده يبقى لازم تتجوز رهاب. مش هيحصل. مالها رهاب يا غبي؟ ثقافة وجمال وأخلاق. علاوة على إنها بنت الشربطي المليونير المعروف. وفي بين شركتنا وبينه صفقات كبيرة. ولو إن مش هو ده بيت القصيد. هو ده بيت الصعيد اللي بتقول عليه ده. وفد انا مش بيع وشروة. هتتجوز رهاب ورجلك فوق رقبتك. رجلي فوق رقبتي؟ طب هتجوز ازاي يا بابي؟ لازم يقدروا ظروفي، انا مش ممكن اسيب امي لوحدها. احنا كمان مش فاضيين لهم، ده ناس الليله العمليه الكبيره. وعشان كده لازم نخلص منهم اوام اوام. اتكل على الله. Thank you.
محمود عبد الدايم، احمد عاكف صدي، فوزي جلجس انطون، جمال احمد علي، مرسي عبد المجيد الحلواني. مرسي عبد المجيد الحلواني. مر انت ايه يا ابني اللي جابك هنا؟ نداء الوطن. وانت مطلوب النهارده؟ اسمك ايه؟ يوسف عبد الرازق الدرجموني، ومعايا زميلي كمان. اسمك ايه؟ ابي ياهو. لا مؤاخذة، اصل اخرس ما بيسمعش. بيقول لك اسمك ايه؟ الدح. ايه؟ الدح يعني مدحت. الاسم ايه بالكامل؟ مدحت عزم، محمد عزمي. وايه اللي جابك انت راخه؟ بيقول لك ايه اللي جابك؟ جاب الوطن، الدفاع عن الوطن. احنا ايه خدمه؟ اهم يسري عبد الرازق ومدحت عزمي يا حسنين فندم، معاهم على البطاقات والاضاحه والكود. خلصتهم اوراقات الاعفاء وتعالى. خد ايدي يا ابني، خد ايدي، الله لا يحرجك. خد هت هت هم هنا، هي هنا، هي هنا الحياه، هي هم. شعبان شاكر محمد، شعبان شاكر محمد، تعال خش على البصمه. حسين احمد عبد الشافي. قول له الله. اخ اخ يسري ما جاش هنا؟ يسري مين؟ اللي كان مع مدحت. مدحت مين؟ اللي كان مع يسري. ما هما الاثنين كانوا مع بعض، اصلهم خرجوا من ورايا النهارده وما قالوش ان هما جايين على هنا. لكن على مين؟ انا بقى ايه هقول لك انا، اصل الحكايه ان احنا الثلاثه. يلا يا سيد، يلا يا سيد، خلينا نشوف شغلنا. طب قول لي اسمه في الميكروفون ده وهو هيسمعك. سعد محمد شلبي. سعد، ما شفتش يسري يا سعد؟ ها شلبي محب خليل. ولا انت يا محب؟ مش فاضل غير الكشف الطب ونخلص. تفتكر الدكاتره هيشربوها؟ هيشربوها زي الكازوزه، بس اجبر كده وخلي قلبك زي الحديد. بس الظاهر ان احنا لازم نقلع. اوعى تقلع ابدا. ملحش ابدا. اكيد هما عندكم هنا بقى. ايه؟ انا عايز افهم، انتوا مخبينهم ليه؟ تكونوش متفقين معاهم؟ ها؟ اتفضل بره يا سيد. اتفضل. فين؟ سيبه يا رقيب. انت اسمك ايه؟ عصفور. وانت؟ ابي ما بعمل طوب، ما بعمل طوب. ابي مارين. ابي ابوي ابوي هيت ام ايك هايب هايدين او هايدين او هات ابي تايجا ابي اي ات ات ات. انا مش شايف اي حاجه. حد مش شايف اي حاجه. اي حاجه انجي ابي هيدا الله هيدا. اوه 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 اوه
بفارة فيا مش البفارة اللي ابتسمت ببيبي لا البفارة فيا اوف This one is a beagle, open! He's a beagle, open! Hilari, Hilari, Hilari! Ali, Uppi! Oh, Ali! Abey, Harik! Abey, Harik! Harik, Mardouni! Abey, Harik! Abey, Harik! Abey, Harik! Abey, Harik! Abey, Harik! انت فعلا ما تنفعش خالص! اقول لك فعلا يا اب ياي 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 هاي ودي هاي وتصور حضرتك لما طفل صغير عنده 6 سنين يشوف خاله بينذبح قدامه صدمة ولا مش صدمة؟ صدمة فظيعة طبعا بس قالوا لي انه عمى مؤقت واكيد ان شاء الله هيخف ان شاء الله ما تخف هتلاقي الجيش فتح لك دراعه ربنا ما يحوجك فتح لي القوات المسلحة ربنا يعلي مرادك انت واللي زيك يا امير يا ابن الناس امرا ينور لك بصيرتك يا رب طيب اتفضلوا حضراتكم استريحوا بره على بال ما نجهز لكم اوراق الاعفاء بس لو سمحت من فضلك تقفل الباب ورا حاضر باب ايه هو في باب هنا ولا ايه تعال تعال ايه اسمك ايه ايه اسمك ايه مش عايز اقول لك يا ايه مش عايز اقول لك يا اسمك شايفني شايفك يا فندم شايفك كله شايفك كله بس انت مش مطلوب تتجنيد دلوقتي واشمعنى هم يعني؟ أنا عايز أفهم، أنت عايز بإيه بالظبط يا ابني؟ عايز تلحق بزملائك دول؟ أيوه ألحق، أنا بقى لازم ألحق بيهم بقى، عشان أوريهم إن دي حركة صغيرة ما كانش هاجر يعملوها فيا، قال يساوغوا مني قال. أنا كنت فاكرك عايز تتطوع عشان تخدم بلدك وتنال شرط الدفاع عنها. إيه؟ أيوه يا فندم، أيوه أيوه مظبوط، هو ده اللي أنا أقصده يا فندم مظبوط، هو ده. ولاحظ إن المتطوع بياخد مرتب شهري يبدأ من 20 جنيه. 20 جنيه؟ حلوة أوي 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 يعني. والمتطوع كمان له تدريب خاص. عشان كده بياخد شرطين، يعني أعلى من المجند العادي. أه هي دي. أنا لازم أتطوع دلوقتي حالا. أنا هبعتك لمكتب التطوع دلوقتي. غبي. مغفل. دبة كنا خلاص هنخرج دبسنا طب والعمل ده ابو جبل معتمد علينا الليله زمانه دلوقتي يفتكر ان احنا خلينا بيه غبي غفل دبة الساعه بقت 11 و10 يبقوا مش جايين كانت غلطه من الاول انك تعتمد على عيلين زي دول بيتهيألي بقى ان احنا ناجلها ابدا ادوار مدحت ويسر هنوزعها علينا والعملية لازم تتم الليلة. ياما وصلت للتليفون وكلمتكم
عارف، كان عنده خبر، في خيانة حصلت. حد من جوانا هو اللي بلغ. مين؟ مفيش غيرهم الكلبين دول، مدحت ويسري. ايوه هم، امال ما جوش ليه؟ طيب يا مدحت، طيب يا يسري. اعترض فرش على اليمين، هب اليمين حذر. يا فندم عصفور ده ابني وانا عارف، ولد خيبان ما ينفعش، هيضركم ويسوع سمعتكم. تفتكر الجيش هو اللي قرر الحكايه دي؟ اظن سيادتك ناسي ان ده الابن الوحيد ويبقى معتي. واحنا بقى ما عندناش غير. ايوه الابن الوحيد معتي من التجنيد الاجباري للخدمه العسكريه، ده صحيح، لكن ابنك جه متطوع، ده شاب وقر مليء بالحماس والرجوله والاستعداد للبذل، وكنت اتمنى ان الوالدين يكونوا على نفس المستوى. لازم تعرفوا ان القوات المسلحه هي اشرف مجال ممكن يخدم فيه الشباب، لان الجيش هو مصنع رجال. صح، عشان كده انا اللي صممت ان ابني يخش الجيش، ده انا حتى اللي بعته لكم. شوفوا يا اخت الراجل. ايوه، اللي ما علمتوش الايام يعلمه الجيش. التربيه دي علم، وانت يعني بينك وبين العلم سوء تفاهم. قصدك ايه؟ انت هتنسى نفسك ولا ايه؟ مش هي دي الحقيقه. حقيقه؟ طيب خلي العلم ينفعك لما ترجع البيت. نفيسه عرضه. الله، ما يصحش كده. معتدل فرش مع اليمين، هب هب. الشمال للشمال فر. تمام يا فندم، الجماعه قاعده تتكلم. الا مش ده عصفور؟ انت برضه ايه جاي ورانا؟ يالا يا ابني انت مش قد الحاجات دي. اثبت يا عسكري. عصفور ارجع مكانك انت وهو. عصفور اثبت. جماعه صفه، جماعه انتوا اليمين ضر. معتدل فرش. هيا يا عسكري. بيتك انتهى الامر. انا فندم
اتكلم. مجند مدحت ومجند يوسف هما السبب يا فندم، جايبين طاوله وكوتشينه وبيلعبوا المجندين قمار وهما الكسبانين يا فندم. كفايه يا عسكري. خير الحرب قامت فيه ايه؟ يعني مفيش حاجة. أنا لازم أعرف فين الحاجات دي ومين اللي جابها لعمر. مدحت ويسري. أنا عارف. وي 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 وي. إيه ده؟ ده لازم الحساسة في البساسة. حط عليه حرس. منتظر مكتب. حاضر يا فندم. لقطة تانية. مارش. كله يرجع مكانه. محدش عايز يعوض. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا مفيش طاولة، في برغوتة. أهو دلوقتي بقى نقدر نلعب لغاية الصبح. يلا. السنورة فين؟ إيه؟ اخسر. السنورة تكسب. فلوسك، الفلوس، حط الصورة. البنت، حط فلوسك على البنت. الفلوس على البنت. البنت تكسب. البنت هي اللي تكسب. فين البنت؟ فين البنت؟ مفيش عندك ولا بنت. ازاي بقى؟ امال ايه دي؟ ربنا يخليك. سبعة. انت بترقص. برقص على شارع بلدي. طب ايه بقى؟ روبي روبي ابا يا عيد الهول يا باب يا باب. يا شمال. ثلاثة أربعة خمسة. ممكن انا ركبي بقت عايزه ركب. يا شمال دي حاجه تقطع الخلف. هو تمرين العقاب ده هنعمله كم مره يا شمال؟ 50 مره. مش ممكن. اشتغل يا عسكري. اشتغل يا عسكري. انت عندك كام سنه حصول؟ 36 37 38 39. لا مؤاخذه حصول، هو العنبر بتاعنا فيه كام عسكري؟ 40 عسكري. 41 42 43 44. يا ترى يوم ما وصلت المعسكر كان يوم ايه؟ اثنين يا فندم. ثلاثة أربعة خمسة ستة. اشتغل يا عسكري. سبعة ثمانية تسعة عشرة. طب عليا نعمة من نعمة رب، وإن شاء الله بسودة فضيحة اللحمة في السوق. سألك يا مجرد. الألفاظ دي ما تنامش هنا. هنا كلامك لازم يكون بين. أنا أقصد يا فندم أؤكد لسيادتك إن أنا ما أعرفش إيه اللي جاب الطاولة والكوتشينة في سرير وحياة العيش والملح. بس أنا هسامحك المرة دي. إنما لو اتكرر ده تاني منك عقابك يكون شديد. إن شاء الله ما فندم مفيش مرة تاني. أسرار. حد يصدق يا اخي من ساعة ما جينا ما شفناش الشارع. فين اليمك بتاعنا؟ ملكوش يمك. ليه عصفور؟ عصفور ايه؟ كلمني ميري. ليه يا حصول؟ ليه ايه؟ عشان جيتوا متأخرين. Yeah.
ما يكفنيش دمه. مفيش خيانه يا ابو جبل، دول اصلهم طلبونا في الجيش. اه، عشان كده قبل ما تروحوا قلتوا ما دام ما احناش فيها نخفيها. على مين الكلام ده؟ هلا يا ناس، يا ناس الحقوهم، في جريمة هتحصل هنا هيقتلوهم في حارتكم دي. يا عم ايه الحكاية دي؟ الحكاية دي احنا مالنا؟
الفلوس؟ ده لازم واحد بعتها عصابة أبو جبل ورانا. ورانا؟ تعال. هو أنت؟ ده من عند أبو جبل. هاتوا بقى سنطرهولي كده وصنهولي بقى. أيوة. لا لا ده بابا. بابا؟ سيادة اللواء بقى يا شادي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا يا رجالة. انا العقيد جلال حسين قائد الكتيبة في وحدتكم الجديدة. تاريخها في العمليات الحربية مشرف، لانها في جميع المعارك اللي دخلتها حققت الاهداف اللي اتحددت لها، واظهر ابنائها بطولات. من النهارده يا رجاله انتم مسؤولين معايا عن المحافظه على سمعه الكتيبه ومستواها، وربنا يوفقنا جميعا لخدمه القوات المسلحه ومصر. دور للتدريب. انصراف سين واحد. دوران للشمال للشمال. هر. خطوه معتاده معتادا. مش بيقولوا ان الشاويش المعلم بتاعنا ناشف قوي. تبقى امه داعي عليه. جاي هناك يجي براحته. انتوا شايفين اللي انا شايفه؟ لا ده هو هو بتاع امبارح ابو علية. مش ممكن ده لواء. معقول يجيبوا لواء عشان يمسك فصيلة؟ يمكن نزلوا رتبته من لواء لشاويش عشان يبتلونا بيه. فصيلة؟ ايه دور على يمين، دور على الشمال، معتدان برش. للشمال انظر، للامام انظر، فصيله شمال دور. يا حبيبي يا حبيبي. مش انا، مش احنا الثلاثه بتوع امبارح دول؟ ثلاثه غيرنا اللي ضربوك. اهلا. اهلا بيك. ثابت عسكري انت هو. اثبت. اليمين دور. هوب. معتدان مرش. الدكتور يسري عبد العظيم ده اكتر واحد بعتز بيه في القسم بتاعي، علم واخلاق وليه مستقبل مرموق. اتفضل اتفضل. وزمانه خارج من قاعه المحاضرات دلوقتي. الحقيقه انا مش جاي عشان اقابله. امال ايه؟ انا عاوز استفسر عن بعض معلومات. اصله موضوع زواج. زواج؟ بس اللي انا اعرفه عن الدكتور يسري عبد العظيم انه متجوز. ايه؟ وعنده 4 اولاد كمان. نعم. طيب هو فين؟ اهو نازل اهو. لا 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 مش ده. انا قصدي على الدكتور يسري عبد العظيم التاني. كلية الطب كلها ما فيهاش غير الدكتور يسري عبد العظيم واحد، هو ده. انا مش مصدق بابي جبت الكلام ده منين؟ هي دي الحقيقة. يسري اللي كان رايح جاي في وسطيكم في النادي ده طلع نصاب، افاق مزور، دخل شخصيه دكتور وهو ولا دكتور ولا حاجه. ده اداني حقن، ده كشف عليا وقال لي انه بتاع امراض نسا. اليمين دور. معتدان مرش. الشمال سر.
شمال اهو 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 شمال احسن للخلف دور واحد اثنين ثلاثة هوب شمال قف خش الطابور يا عسكري يا عيل هم اللي غلطانين ما تردش يا لمت خش الطابور انا لمت خش الطابور فصيلة معتدل مرش فصيلة قف الشمال دور قولي ما اذا كان حاجه حصلت بينا يعني مفيش داعي تشد قدام الاولاد اقعد راسك يا بوز ثابت عسكري منتظر المكتب مريان فرج قف للخلف فرج اه مظبوط يا عسكري سريعون فرج ما تسألك على بره يا فندم انت عايزنا فوق ولا تحت نفذ يا عسكري نفذ يا عسكري خد يا فندم استنى شكرا انتبه خد يا فندم دخل فر هوب حته ثلاثه سريعا فرش هوب دخل فر سريعا فرش
صلى على النبي واحنا بنلعب. دي جت في وقتها يا جدع، ده احنا معدتي تيست من العدس. نقشرها ونسلقها ونطبخ عليها ملوخيه. ايه هي بتاعتك؟ بلاش دلاوه يا عمار. خلاص احنا هنوزعها علينا احنا الثلاثه. انا كلها احنا الثلاثه وهنديك حته. مين تمام؟ منتظرين مكتب. اليمين در معتادا مرش. يا ساتر يا ابني، ده انتوا بتاكلوا ايه؟ ده حرام عليكم اللي بتعملوه فينا. امشي 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 يا ساتر. ايه ده؟ تعالى هنا. انت مش قدك حبيبي، مش قدك. انت استنى ما نخلص وبعدين يبقى خش. مش قادر مش قادر. مش قادر خلاص. مش قادر يا تمسح معانا يا اما تعمل نمره تسعه. كم مره؟ خمس مرات. واحد اتنين ثلاثة خمسة خمسة خمسة. استريح. يا أستاذ وشاء السميع العليم إن الواد ده ينقلوه في الوحدة بتاعتي هو وشلته البايصة دي. وقعوا ولا حد سمع عليهم. أرجوك ما تظلموش، هو كان جاي يطلبني على سنة الله ورسوله. يا بنتي يا بنتي، ده بيلعب بيجي. لا والله يا بابا. طيب ليه ما جاش يطلبك مني؟ ما هو ساعتها كان جاي يطلبني، كان واضح ان غرضه شريف. ايه ربنا يخيب ظني. والله زمان يا مجدي، انا جاي عشان ازورك انت نمره واحد، وعشان اطمن على ابني مدحت نمره اتنين. مدحت مش منضبط قوي يا عزم، وعلى العموم انا بعت اجيب الرقيب معلم بتاعه علشان يحكي لك على كل حاجه بنفسه. ادخل. تمام يا فندم. اهو ده الرقيب المسؤول عن ابنك مدحت. ايه رايك في الجندي مدحت عزم؟ يا فندم في الحقيقه قبل ما تحكي انا عايز اقول لك ان مدحت مش متعود على النوعيه دي من الحياه. من فضلك يا عزم دي. ثانيا دي فتره محدوده اللي هيقضيها عندكم، وبعدها هتنتهي صلته بالجيش خالص. هيتجه اتجاه تاني، ده حتى هيتجوز الشهرده. طب يستنى لغايه ما يخلص مده التجنيد؟ لا 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 مجدي بيه، جواز زي دي لا يمكن تتاجل او تتاخر. انت عارف هيتجوز بنت مين؟ بنت صبح الشربات المليونير. انت عارفه طبعا؟ طبعا عارف. مش ممكن، ده كذب 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 الكلام ده. ليه بس يا ممتاز؟ اهو يا ستي اهو اهو، كان في مكتب القائد وهو اللي قال بنفسه انه خاطب واحدة تانية وهيتجوزها. اما انا حلمت حلم خوفني قوي. ايه؟ ايه؟ قال انا لابس ابيض في ابيض ونبيلة لابس اخضر في اخضر. حلوة بشرة خير كويس. وفي ايدها شبشب احمر في احمر ونزلت فيها ضرب لغاية ما الدنيا بقت اسود في اسود. ما هو الضرب في الحلم ده يعني بوس. بوس وهو البوس يعمل قله في الدماغ. انا اللي خايف منه لا يكون الشويش ممتاز عمل اللي عليا عملية غسيل مخ. لغاية دلوقتي ما وصلنيش منها ولا جواب. انا قالت لي هبعت لك كل يوم جواب. وانت يا عصفور اخبار الجوابات معاك ايه؟ 15 جواب لغاية دلوقتي. ايه؟ كذاب. هما فين؟ فين ايه؟ انا يعني بعت الكريمه 15 جواب وهي لسه ما ردتش. البوسطة بتعطل الجوابات. في حاجة؟
فرصة زي زملائي. ايوه يعني بس ازاي؟ خش. لا لا كل ده هيروح في يومين يا فندم. انا يا فندم ارجوك، انا مش اقل من زملائي، وانا متاكد ان انا هشرف الوحدة بتاعتي. طيب انا هحاول. Beep, 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 beep.
لنا المفروض تقعدي تستنيني وتهري تنكوتي، مش تلعبي لي تنس. اهلا يا بول، اهلا. عشان حياه البابا جاي. الحمد لله بالسلامه يا دوك. اهلا يا سمعاندي، اهلا وسهلا. انت رجعت من المؤتمر امتى؟ مؤتمر ايه من غير مؤاخذه؟ مؤتمر المكمدات. هو النهارده الصبح. النهارده الصبح صح. ما انا كلمتها والطياره حطت رجلها على الارض على طول. نسيت اقدم لك الدكتور يسري عبد العظيم. اهلا حضرتك اسمك الدكتور يسري عبد العظيم؟ ايوه. وانا كمان الدكتور يسري عبد العظيم، مدرس في كليه الطب. اسمه دكتور يا وانا كمان زي صدفه غريبه مش كده؟ نسيت، اصل في واحد زمان منتحل اسمه وشخصيتي وحتى ده سرع عربيتي كمان. ايوه هو، تعالى. وقعت في ايدي انا الصاد. حرام يا بوليس، يا بوليس سيبه. هو ولا انت مزور يا لص؟ الله بلبل، ما تجيبش اسمي على لسانك. انا هوديك في داهيه. فهمني بس يا سمعان بيه، فهمني. ابدا. مش عبد الحميد بيه ده اللي هناك؟ عبد الحميد بيه. بلبل عيالي، انا كنت هعترف للنبيل ان انا لا دكتور ولا حاجه. انا والله العظيم لا حبيت ولا هخطب حد غير عليا، وكنت هجيبها لها واحده واحده، لكن سمعان بيه سبق. كنت انا مش تسالني، تواجهني وانا فاهمها. مش تروح تدلق عليا شوربة مواسير مجاري. على العموم يا جماعه، انا هروح اقابل نبيله وعليا، بس مش قادر اوعدكم بحاجه. 14 15 17 كفايه بقى، هجيب لكم منين؟ صابر من سكات كده طوعني. ريما فين يا عم صابر؟ انا زهقت طقطقت. هي ايه الحكايه دي؟ ملهاش اخر. ريما روحت ولا ايه؟ صابر انا مش فضيلك دلوقتي. سيب انت عم صابر في حاله، اتكل على الله. وحشني يا عم، ارحمنا انا مش قدك. ازيك؟ حرام عليك تكسر المحل بتاع الراجل. استنى يا شباب. هو مين حد جاي هنا؟ انا مش عايز اشوفه خالص.
ياسري انا مش ممكن ابص في خلقته يا جماعه. اسمعوني بس. مش ممكن. مستحيل. الله، مش تشوفوا هيقولوا ايه الاول. ابدا، ده شيء انتهى بالنسبه لي. هاتي. هما جايين هنا ليه؟ اتفضلوا يلا. يلا بينا. لا انا لازم اقابله عشان اقول له رايي فيه بصراحه. وانتي يا نبيله؟ طب بطلوا الحركات دي بقى وخليكوا قاعدين. انا نازل الكافيتيريا يا كريمه، تحب ابعت لكم حاجه من هناك؟ لا يا بابا ميرسي قوي. طيب عن اذنكم. اتفضل. مع السلامه. مع شربات لمين؟ وانا هتجوز حد غيرك انت يا مجنونه؟ بابا هو اللي قالي. بابا سلوى الشاويش، شاويش ممتاز.
مين المغفل اللي قال له الكلام ده؟ ابوك. ابويا يخطب ويتجوز اللي تعجبه، انما انا اخطب اللي تعجبني انا. من ذمتك ما انتش مكسوفه من نفسك؟ تفرق اذا كنت يصعب عظيم ولا يصعب زبد حتى؟ مالك انت اذا كنت بشتغل دكتور ولا مهندس ولا زبد؟ بتحبيني انا مش بتحبي صنعتي ومركزي؟ كده ولا قبوض عليه. انتوا قمتم بعمل بطولي. عفوا يا فندم،